هنروح لكرة الماء في نادي الأهلي، ناشئين كرة الماء وهم عدد كبير جدا ولعيبة كبار جدا بيستعدوا للموسم الجديد. فريق كرة الماء للناشئين كلها أيام يعني بسيطة، وهنبتدي بقى إيه الماتشات بتاع كرة المية والمنافسات الشديدة. كاميرا الأبطال كانت موجودة معاهم، عملنا التقرير ده، نشوفكم ونرجع لحضراتكم تاني. And to develop the club in the best teams in Egypt and to create the best team in Egypt in all categories. السيستم السنه دي هو عايز يبني سيستم جديد للسنه دي، وعايز يحمل احسن لعيبه في مصر ويكسب جميع البطولات في المراحل السنيه في قطاع الناشئين. We don't know exactly the schedule from the federation, but we have a formation that we will start with 2020-2005 generation. That means we force these ages to create our target. لسه الاتحاد ما نزلش حاجه رسمي، ولكن مجرد حاجات سامعينها ان 2002 و2005 هم دول اول اثنين جروبس هيبتدوا، وبالتالي هم دول اللي احنا نبتدي نجهزهم عشان خاطر البطولات بتاعتهم. Specific preparation will be to understand my way of thinking about tactics. We need a lot of work because I have another way to deal about water polo tactics. I'm from Yunnan, I mean from Greece, so we have another way of playing than Serbian type style or Hungarian style. So we need time to develop all this to the groups and to create the new system. هو مدرسة يونانية، ودي مدرسة قوية جدا في قطاع الناشئين. المدرسة اللي كانت في النادي قبل كده كانت مدرسة صربية، كان في مدرسة مجرية قبلها، هو مدرسة مختلفة خالص، وعشان كده محتاج شوية وقت عشان خاطر يبتدي يبيلد أو يعني يبني النظام الجديد للمدرسة اليونانية في النادي الأهلي. احنا بنبتدي الإعداد بقى البدني والفني والإداري كله لبداية موسم جديد إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله حامل اللقب السنة اللي فاتت، وطبعا عايزين نكمل بقى من المستوى اللي قفنا عنه إن احنا أول، نكمل على نفس المستوى ده إن شاء الله. بدأنا الفترة الأولانية اللي هي الإعداد البسيط للولاد، شوية فتنس مع شوية سباحة خفيفة، وابتدي بقى نخش في التمرين بقى إن شاء الله وتاكتكس. احنا عندنا الكونسبت اللي احنا متربيين عليه، أول واحد بيخسر ده اللي واخد المركز الثاني مش الأخير. لا، فهو الكونسبت ان انت بتلعب في الاهلي انت كده وكده ما ينفعش تفكر في حاجه غير في المركز الاول بس، فلازم على طول انت شغال. يعني حتى في فتره الراحه السلبيه خالص لا، الولاد بيشتغلوا ثلاث ايام في الاسبوع، بيشتغل بشكل مريح اكتر او اخف شويه من الضغط بتاع لود فتره الاعداد، بس ما بيقفش. ليه؟ لان هو اوريدي مطالب ان هو على طول شايل الذهب وشايل اسم النادي فوق. يعني وان شاء الله السيزون احنا ابتدينا هو من 1/7، دي فتره الاعداد، بتبقى فتره اعداد عام بنبتدي فيها تجميع الفرقه تاني بعد الامتحانات، وبعد كده بقى بنبتدي فتره الاعداد العام وبطولات بقى مختلفه، دوري وكاس والمراحل بقى كل الناشئين. نفسيا ان هو يبقى جاهز، ان هو يبقى عارف التارجت بتاعه شكله عامل ازاي، محتاج ان هو يلعب على ايه، محتاج ان يبقى يقوي ايه السيزون ده، الاخطاء اللي كانت موجوده السيزون اللي فات عشان نتفاداها السنه دي. لو كنا كسبنا مرحله، احنا الحمد لله كسبنا السنه اللي فاتت كان اكتر من مرحله، فانه يفضل محافظ على القصه دي، ان هو يبتدي يبص بقى الاشتراك الدولي ويخش في المنتخب، ده نفسيا يعني ان هو يبقى جاهز انه ما ينزلش عن اللي حصل يعني السنه اللي فاتت او اللي حققه يعني. لا الحمد لله لاخر سيزون كنا واخدين اول، خلص في شهر 4 وخدنا فتره اجازه شهرين تقريبا، ولسه راجعين اهو وبقالنا يومين بس بننزل المايه، فان شاء الله نحقق الانجاز ده تاني ان شاء الله ان احنا ناخد اول. طبعا التدريبات احنا المفروض كل واحد بيتمرن جامد وكل واحد بيتمرن بقلب وروح، وكل واحد طبعا بيصلح مثلا للتاني غلط وكده، عشان كلنا واحد يعني، كلنا فرقه واحده، ف بننزل كلنا بنفس الروح عشان نكسب البطوله يعني. ان شاء الله يعني ما دخلناش في الاستعداد يعني، احنا داخلين اهو اول تمرين ان شاء الله يعني في الميه، بس يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني نأدي سيزن عالمي، سيزن نجيب بيه الدرع ان شاء الله يعني.
الفترة اللي جاية النادي الأهلي في قطاع كرة الماء يعتمد على المدرسة اليونانية، عارفين اليونان من أكبر المدارس في العالم في أوروبا وفي العالم في كرة الماء، والراجل قال في البداية إنه محتاج وقت عشان يبتدي التكتيك اليوناني يطبقه مع الناشئين. فطبعا واضح حجم الجهد المبذول من النادي الأهلي ومن إدارته ومن اللاعبين ومن الأجهزة الفنية في هذا القطاع، فكان لازم نروح ونسجل لحضراتكم هذا التقرير.